الكتاب المسموع من مكتبة الشيخ ابن القيم الجوزي بدائع الفضائل. قال الشيخ الإمام العلامة الأوحد البارع: أوحد الفضلاء وقدوة العلماء وارث الأنبياء شيخ الإسلام مفتي الأنام المجتهد المفسر ترجمان القرآن ذو الفوائد الحسان أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رحمه الله وأدخله الجنة آمين. الحمد لله ولا قوة إلا بالله. هذه فوائد مختلفة. فائدة في الفرق بين حقوق الملك وحقوق المالك. حقوق المالك شيء وحقوق الملك شيء آخر. فحقوق المالك تجب لمن له على أخيه حق، وحقوق الملك تتبع الملك ولا يراعى بها المالك. وعلى هذا حق الشفعة للذمي على المسلم من أوجبه جعله من حقوق الأملاك، ومن أسقطه جعله من حقوق المالكين. والنظر الثاني أظهر وأصح، لأن الشارع لم يجعل للذمي حقا في الطريق المشترك عند المزاحمة، فقال: إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. فكيف يجعل له حقا في انتزاع الملك المختص به عند التزاحم؟ وهذه حجة الإمام أحمد نفسه. وأما حديث لا شفعة لنصراني فاحتج به من بعض أصحابه، وهو أعلم من أن يحتج به، فإنه من كلام بعض التابعين. وفي فائدة الفرق بين تمليك المنفعة وتمليك الانتفاع يقول الشيخ: تمليك المنفعة شيء وتمليك الانتفاع شيء آخر. فالأول يملك به والمعاوضة، والثاني يملك به الانتفاع دون المعاوضة وعليها إجارة ما استأجره، لأنه ملك المنفعة بخلاف المعارضة على البضع، فإنه لم يملكه وإنما ملك أن ينتفع به، وكذلك أجاره ما ملك أن ينتفع به من الحقوق كالجلوس بالرحاب وبيوت المدارس والربط ونحو ذلك لا يملكها، لأنه لم يملك المنفعة وإنما ملك الانتفاع. وعلى هذا الخلاف تخرج إجارة المستعار، فمن منعها؟ الشافعي وأحمد ومن تبعهما. قال: لم يملك المنفعة وإنما ملك الانتفاع، ومن جوزها كمالك ومن تبعه قال: هو قد ملك المنفعة، ولهذا يلزم عنده بالتوقيت، ولو أطلقها لزمت في مدة ينتفع بمثلها عرفا، فليس له الرجوع قبلها. ومن منافع هذا الجزء ما ذكره المؤلف تحت عنوان قول الصبي والكافر والمرأة في الهدية والاستئذان، وعليه عمد الأمة قديما وحديثا. يقول: يقبل قول الصبي والكافر والمرأة في الهدية والاستئذان، وعليه عمل الأمة قديما وحديثا، وذلك لما احتفي بأخبارهم من القرائن التي تكاد تصل إلى حد القطع في كثير من الصور مع عموم البلوى بذلك وعموم الحاجة إليه. فلو أن الرجل لا يدخل بيت الرجل ولا يقبل هديته إلا بشاهدين عدلين يشهدان بذلك خرجت الأمة، وهذا تقرير صحيح، لكن ينبغي طرده وإلا وقع التناقض. كما إذا اختلفا في متاع البيت فإن القرائن التي تكاد تبلغ القطع تشهد بصحة دعوى الرجل لما هو من شأنه، والمرأة لما يليق بها، ولهذا قبله الأكثرون، وعليه تخرج حكومة سليمان بين المرأتين في الولد، وهي محض الفقه. وقد حكى ابن حزم في مراتب الإجماع إجماع الأمة على قبول قول المرأة الواحدة في إهداء الزوجة لزوجها ليلة العرس، وهو كما ذكر. وقد اجتمع في هذه الصورة من قرائن الأحوال من اجتماع الأهل والقرابات وندرة التدليس والغلط في ذلك مع شهرته وعدم المسامحة فيه ودعوى ضرورات الناس إلى ذلك ما أوجب قبول قولها. وفي نفس الكتاب من نفس الجزء يقول: شهد في لسانهم لها معاني، أحدها الحضور، ومنها قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، البقرة الآية
85. وفيه قولان، أحدهما من شهد المصر في الشهر، المصر أي البلد، والثاني من شهد الشهر في المصر، وهما متلازمان، والثاني الخبر، ومنه شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح، والثالث الاطلاع على الشيء، ومنه والله على كل شيء شهيد، سورة البروج الآية 9. وإذا كان كل خبر شهادة فليس مع من اشترط لفظ الشهادة فيها دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح. وعن أحمد فيها ثلاث روايات، إحداهن اشتراط لفظ الشهادة، والثانية الاكتفاء بمجرد الإخبار اختارها شيخنا وهو ابن تيمية، والثالثة الفرق بين الشهادة على الأقوال وبين الشهادة وعلى الأفعال. فالشهادة على الأقوال لا يشترط فيها لفظ الشهادة، وعلى الأفعال يشترط، لأنه إذا قال سمعته يقول فهو بمنزلة الشاهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يخبر عنه. المجاز والتأويل لا يدخل في المنصوص، وإنما يدخل في الظاهر المحتمل له وبيان ما يعرف به النص. هذه فائدة يقدمها ابن قيم الجوزية في كتابه بدائع الفوائد في الجزء الأول، ويقول: وهنا نكتة ينبغي التفطن لها، وهي أن كون اللفظ نصا يعرف بشيئين، أحدهما عدم احتماله لغير معناه وضعا كالعشرة، والثاني ما اضطرد استعماله على طريقة واحدة في جميع موارده، فإنه نص في معناه لا يقبل تأويلا ولا مجازا، وإن قدر تطرق ذلك إلى بعض أفراده وصار هذا بمنزلة خبر متواتر لا يتطرق باحتمال الكذب إليه، وإن تطرق إلى كل واحد من أفراده بمفرده، وهذه عصمة نافعة تدلك على خطأ كثير من التأويلات السمعيات التي اضطرد استعمالها في ظاهرها وتأويلها، والحالة هذه غلط، فإن التأويل إنما يكون لظاهر قد ورد شاذا مخالفا لغيره ومن السمعيات، فيحتاج إلى تأويله لتوافقها، فإما إذا اضطردت كلها على وسيلة واحدة صارت بمنزلة النص وأقوى، وتأويلها ممتنع، فتأمل هذا. بدائع الفوائد. وفي الجزء الثاني من كتاب بدائع الفوائد يقدم الكاتب فائدة العين، يراد بها حقيقة الشيء مدركة بالعيان أو ما يقوم مقام العيان، وليست اللفظة على أصل موضوعها، لأن أصلها أن يكون مصدرا وصفة لمن قامت به، ثم عبر عن حقيقة الشيء بالعين كما عبر عن الوحش بالصيد، إنما الصيد في أصل موضوعه مصدر من صاب يصيد، ومنها هنا لم يرد في الشريعة عبارة عن نفس الباري سبحانه وتعالى، لأن نفسه سبحانه غير مدركة بالعيان في حقنا اليوم. وأما عين القبلة وعين الذهب وعين الميزان فراجعة إلى هذا المعنى، وأما العين الجارية فمشبهة بعين الإنسان لموافقتها لها في كثير من صفاتها، وأما عين الإنسان فمسمات بما أصله أن يكون صفة ومصدرة، لأن العين في أصل الوضع مصدر كالدين والزين والبين والأين وما جاء على بنائه. ألا تراهم يقولون رجل عيون وعاين، ويقولون عنته أي أصبته بالعين، وعاينته رأيته بالعين، وفرقوا بين المعنيين، وكأن عاينته من الرؤية أولى من عنته، لأنه بمنزلة المفاعلة والمقابلة، فقد تقابلتما وتعاينتما بخلاف عنده، فإنك تفرض إصابته العين من حيث لا يشعر. ومما يدل على أنها مصدر في الأصل قوله تعالى عين يقين، كما قال علم يقين سورة التكاثر 5، وحق اليقين في الواقعة الآية 95. فالعلم والحق مصدران مضافان اليقين، فكذلك العين، هكذا قال السهيلي رحمه الله تعالى، وفيه نظر، لأن إضافة عين إلى اليقين من باب قولهم نفس الشيء وذاته، فعين اليقين نفس اليقين، والعين التي هي عضو سميت عينا لأنها آلة ومحل لهذه الصفة التي هي العين، وهذا من باب قولهم امرأة ضيف، وعدل تسمية للفاعل باسم المصدر، والعين التي هي حقيقة الشيء
ونفسه من باب تسمية المفعول بالمصدر كصيد. قال السهيلي: إذا علمت هذا فاعلم أن العين أضيفت إلى الباري تعالى فقوله: ولتصنع على عيني، سورة طه الآية 39، حقيقة لا مجاز، كما توهم أكثر الناس لأنه صفة في معنى الرؤية والإدراك، وإنما المجاز في تسمية العضو بها، وكل شيء يوهم الكفر والإجاز، فلا يضاف إلى الباري تعالى لا حقيقة ولا مجاز. ومن فوائد الجزء الثاني في بدل البعض من الكل وبدل المصدر من الاسم، هما جميعا يرجعان في المعنى والتحصيل إلى بدل الشيء من الشيء، وهما لعين واحدة، لأن البدل في هذين الموضعين لا بد من إضافته إلى ضمير المبدل منه، بخلاف بدل الشيء من الشيء وهما لعين واحدة. ومن الفوائد البديعة في هذا الجزء قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، الآية 6 والآية 7 من سورة الفاتحة، صراط أنعمت عليك، فيها 20 مسألة. أحدها: ما فائدة البدل في الدعاء؟ والداعي مخاطب لمن لا يحتاج إلى البيان، والبدل القصد به بيان الاسم الأول. الثانية: ما فائدة تعريف الصراط المستقيم باللام؟ وهل أخبر عنه بمجرد اللفظ دونها كما قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟ الثالثة: ما معنى الصراط؟ ومن أي شيء انشقاقه؟ ولما جاء على وزن فعال؟ ولما ذكر في أكثر المواضع في القرآن بهذا اللفظ؟ وفي سورة الأحقاف ذكر بلفظ الطريق فقال: يهدي الحق وإلى طريق مستقيم. الرابعة: ما الحكمة في إضافته إلى قوله تعالى: الذين أنعمت عليهم بهذا اللفظ، ولم يذكرهم بخصوصهم فيقول: صراط النبيين والصديقين، فلما عدل إلى لفظ المبهم دون المفسر؟ الخامسة: ما الحكمة في التعبير عنهم بلفظ الذي مع صلتها دون أن يقال المنعم عليهم، وهو أخصر كما قال: المغضوب عليهم، وما الفرق؟ السادسة: لما فرق بين المنعم عليهم والمغضوب عليهم، فقال في أهل النعمة: الذين أنعمت، وفي أهل الغضب: المغضوب بحفاعل. السابعة: لما قال: اهدنا الصراط المستقيم، فعد الفعل بنفسه ولم يعده بإلى كما قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال تعالى: واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. الثامن: أن قوله تعالى: الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، يقتضي أن نعمته مختصة بالأولين دون المغضوب عليهم ولا الضالين، وهذا حجة لمن ذهب إلى أنه لا نعمة له على كافر، فهل هذا استدلال صحيح أم لا؟ التسعة: أن يقال لما وصفهم بلفظ غير، وهل قال تعالى: لا المغضوب عليهم كما قال: ولا الضالين، وهذا كما تقول: مررت بزيد لا عمرو وبالعاقل لا الأحمر. العاشرة: كيف جرت غير صفة على الموصول وهي لا تتعرف بالإضافة، وليس المحل محل عطف بيان إذ بابه الإعلام ولا محل لذلك؟ إذا المقصود في باب البدل هو الثاني والأول توطئة، وفي باب الصفات المقصود الأول، والثاني بيان هذا شأن هذا الموضع، فإن المقصود ذكر المنعم عليهم ووصفهم بمغايرتهم معنى الغضب والضلال. الحاجة عشرة: إذا ثبت ذلك في البدل فالصراط المستقيم مقصود الإخبار عنه بذلك وليس في الطرح، فكيف جاء صراط الذين أنعمت عليهم بدلا منه، وما فائدة البدل هاهنا؟ ونصل إلى المسألة أو الرد أو الاحتمال السادس عشر: إذ قد عطف بها فيأتي العطف بها مع الواو للمنفي، نحو ما قام زيد ولا عمرو، وكقوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، سورة التوبة الآية 91، إلى قوله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحمله، 92 من سورة التوبة. وفي الاحتمال 20: ما حقيقة الصراط المستقيم الذي يتصوره العبد وقت سؤاله؟ فهذه 4 مسائل حقها أن تقدم أولا، ولكن جر الكلام إليها بعد 13. فالجواب بعون الله وتعليمه، فإنه لا علم لأحد من عباده إلا ما علمه، ولا قوة له إلا بإعانته. أما المسألة الأولى وهي فائدة البدل من الدعاء، أن الآية وردت في معرض التعليم للعباد والدعاء، وحق الداعي أن يستشعر عند دعائها ما يجب عليه اعتقاد مما لا يتم الإيمان إلا به، إذ الدعاء مخ العباد، والمخ لا يكون إلا في عظم، والعظم
لا يكون إلا في لحم ودم. فإذا وجب إحضار معتقدات الإيمان عند الدعاء وجب أن يكون الطلب ممزوجا، فمن ثم جاء لفظ الطلب للهداية والرغبة فيها مثوبا بالخير تصريحا من الداعي بمعتقده وتوسلا منه بذلك الاعتقاد الصحيح إلى ربه، فكأنه متوسل إليه بإيمانه واعتقاده. إن صراط الحق هو الصراط المستقيم، وإنه صراط الذين اختصهم بنعمته وحباهم بكرامته. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم والمخالفون للحق يزعمون أنهم على الصراط المستقيم أيضا، والداعي يجب عليهم اعتقاد خلافهم وإظهار الحق الذي في نفسه. فلذلك أبذل وبين لهم ليمرن اللسان على ما اعتقده الجنان. ففي ضمن هذا الدعاء المهم الإخبار بفائدتين جليلتين، إحداهما فائدة الخبر، والفائدة الثانية فائدة لازم الخبر. فأما فائدة الخبر فهي الإخبار عنه بالإقامة وإنه الصراط المستقيم الذي نصبه لأهل نعمته وكرامته، وأما فائدة لازم الخبر فإقرار الداعي بذلك وتصديقه وتوسله بهذا الإقرار إلى ربه. فهذه أربع فوائد الدعاء بالهداية إليه، والخبر عنه بذلك، والإقرار والتصديق لشأنه، والتوسل إلى المدعو إليه بهذا التصديق. وفيه فائدة خامسة وهي أن الداعي إنما أمر بذلك لحاجته إليه، وإن سعادته وفلاحه لا تتم إلا به، فهو مأمور بتدبر ما يطلب وتصور معناه، فذلك له من أوصافه، ما إذا تصور في خلده وقام في قلبه كان أشد طلبا له وأعظم رغبة فيه وأحرص على دوام الطلب والسؤال له. فتأمل هذه النكت البديعة. بدائع الفوائد الإمام الشيخ ابن القيم الجوزية. نصل إلى الجزء الثالث، وفيه فصل في بيان ما اشتمل عليه قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إلى قوله المحسنين، وهو يقسم الدعاء قسمين، دعاء عبادة ودعاء المسألة. قوله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، الأعراف الآية 55، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين، الأعراف الآية 56. هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعي الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة. فإن الدعاء في القرآن يراد به هذا طارة وهذا فارة، ويراد به مجموعهما وهما متلازمان. فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره أو دفعه، وكل من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود حقا، والمعبود لا بد وأن يكون مالكا لنفع وضر. ولهذا أنكر الله تعالى على من عبد من دونه ما لا يملك ضرا ولا نفعا، وذلك كثير في القرآن كقوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم في سورة يونس الآية 18، وقوله تعالى ولا تدعو من دونه ما لا ينفعك ولا يضرك في السورة نفسها الآية 6 بعد 100 الأولى، وقوله تعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم الآية 76 من سورة المائدة، وقوله تعالى أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولم تعبدون من دون الله الآية 16 من سورة الأنبياء، وقوله تعالى واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون الآية 69 من سورة الشعراء، وقوله تعالى في الآية 3 من سورة الفرقان واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، وقوله تعالى في سورة الفرقان أيضا في الآية 55 ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا، صدق الله العظيم. فنفى سبحانه عن هؤلاء المعبودين من دونه النفع والضر القاصر والمتعدي، فلا يملكونه لأنفسهم ولا لعابديهم، وهذا في القرآن كثير
بين أن المعبود لابد أن يكون مالكا للنفع والضر، وهو يدعي للنفع والضر دعاء المسألة، ويدعي خوفا ورجاء دعاء العبادة. فعلم أن النوعين متلازمان، فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. وعلى هذا فقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، الآية 86 بعد 100 الأولى من سورة البقرة، يتناول نوعي الدعاء، وبكل منهما فسرت الآية، قيل أعطيه إذا سألني، وقيل أثيبه إذا عبدني، والقولان متلازمان، وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك في معنيه كليهما، أو استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، بل هذا استعمال له في حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جميعا. فتأمل، فإنه موضع عظيم النفع قل من يفطن له، وأكثر ألفاظ القرآن الدل على معنيين فصاعدا هي من هذا القبيل. ومثال ذلك قوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، الآية 78 من سورة الإسراء، فسر الدلوك بالزوال، وفسر بالغروب، وحكي القولين في كتب التفسير، وليس بقولين، بل اللفظ يتناولهما معا. فإن الدلوك هو الميل، ودلوك الشمس ميلها، ولهذا الميل مبدأ ومنتهى، فمبدأه الزوال ومنتهاه الغروب، فاللفظ متناول لهما. بهذا الاعتبار لا يتناول المشترك لمعنييه، ولا اللفظ لحقيقته ومجازه. ومثاله أيضا ما تقدم من تفسير الغاسق بالليل والقمر، وإن ذلك ليس باختلاف، بل يتناولهما لتلازمهما، فإن القمر آية الليل ونظائره كثيرة. ومن ذلك قوله عز وجل: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، الآية 77 من سورة الفجر، قيل لولا دعاؤكم إياه، وقيل دعاؤه إياكم إلى عبادته، فيكون المصدر مضافا إلى المفعول، وعلى الأول مضافا إلى الفاعل، وهو الأرجح من القولين. وعلى هذا فالمراد به نوع الدعاء، وهو في دعاء العبادة أظهر، أي ما يعبأ بكم ربي لولا أنكم تعبدون، وعبادته تستلزم مسألته، فالنوعان داخلان فيه. ومن ذلك قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الآية 60 من سورة غافر. فالدعاء يتضمن النوعين، وهو في دعاء العبادة أظهر، ولهذا عقبه بقوله: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، الآية السابقة من سورة غافر. فسر الدعاء في الآية بهذا وهذا. وقد روى سفيان عن منصور عن ذر عن نسيع الكندي عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: إن الدعاء هو العبادة، ثم قرأ: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقد روى هذا الحديث الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وأما قوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، الآية 73 من سورة الحج. وقوله: إن يدعون من دونه إلا إناثا، الآية 17 بعد 100 الأولى من سورة النساء. وقوله: وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، سورة فصلت الآية 48. وكل موضع ذكر فيه دعاء المشركين لأصنامهم وآلهتهم فالمراد به دعاء العبادة المتضمن دعاء المسألة، وهو في دعاء العبادة أظهر لوجوه ثلاث. أحدها أنهم قالوا: إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى، الآية 3 من سورة الزمر، فاعترفوا بأن دعاءهم إياهم هو عبادتهم لهم. الثاني أن الله تعالى فسر هذا الدعاء في مواضع أخر بأنه العبادة كقوله: وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، الآية 92 من سورة الشعراء. وقوله: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، الآية 98 من الأنبياء. وقوله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، الآية 2 من سورة الكافرون، وهو كثير في القرآن. فدعاؤهم لآلهتهم هو عبادتهم لها. الثالث أنهم إنما كانوا يعبدونها ويتقربون بها إلى الله
فإذا جاءتهم الحاجات والكروبات والشدائد دعوا الله وحده وتركوها، ومعها فكانوا يسألونها بعض حوائجهم ويطلبون منها، وكان دعاؤهم لها دعاء عبادة ودعاء مسألة. وقوله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين، الآية 14 من سورة غافر، هو دعاء العبادة، والمعنى اعبدوه وحده واخلصوا عبادته، لا تعبدوا معه غيره. بدائع الفوائد لشيخ الإسلام ابن القيم من الجزء الرابع، فيه فصل في الآيات التي يستفاد منها عموم المفرد المحلى باللام والمفرد المضاف والجمع المحلى والمضاف وأدوات الشرط، وكلها من مسائل النحو العربي. ويستفاد عموم المفرد المحلى باللام من قوله إن الإنسان لفي خسر وسيعلم الكافر، وعموم المفرد المضاف من قوله وصدقت بكلمات ربها وكتبه، وقوله هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، والمراد جميع الكتب التي أحصيت فيها أعمالهم، وعموم الجمع المحلى باللام من قوله وإذا الرسل أقتت، وقوله وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، وقوله إن المسلمين والمسلمات، والمضاف من قوله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وعموم أدوات الشرط الأسماء من قوله ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. هذا إذا كان الجواب طلبا مثل هاتين الآيتين، فإن كان خبرا ماضيا لم يلزم العموم كقوله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. وفي فصل في بيان طريق استفادة الوجوب والتحريم وغيرهما يقول الشيخ ويستفاد كون الأمر المطلق بالوجوب من ذمة لمن خالفه وتسميته إياه عصيا وترتيبه عليه العقاب العجل أو الآجل، ويستفاد كون النهي للتحريم من ذمة لمن ارتكبه وتسميته عصيا وترتيبه العقاب على فعله، ويستفاد الوجوب بالأمر طارة وبالتصريح بالإجاب والفرض والكتب ولفظ حق على العباد وعلى المؤمنين وترتيب الذم والعقاب على الترك وإحباط العمل بالترك وغير ذلك، ويستفاد التحريم من النهي والتصريح بالتحريم والحظر والوعيد على الفعل وذم الفاعل وإجاب الكفارة بالفعل، وقوله لا ينبغي فإنها في لغة القرآن والرسول للمنع عقلا أو شرعا، ولفظة ما كان لهم كذا ولم يكن لهم وترتيب الحد على الفعل، ولفظة لا يحل ولا يصلح ووصف الفعل بأنه فساد وأنه من تزيين الشيطان وعمله، وإن الله لا يحبه وأنه لا يرضاه لعباده، ولا يزكي فاعله ولا يكلمه ولا ينظر إليه ونحو ذلك. وتستفاد الإباحة من الإذن والتخيير والأمر بعد الحظر، ونفي الجناح والحرج والإثم والمؤاخذة والإخبار بأنه معفو عنه وبالإقرار على فعله في زمن الوحي، وبالإنكار على من حرم الشيء والإخبار بأنه خلق لنا كذا وجعله لنا وامتنانه علينا به وإخباره عن فعل من قبلنا له غير ذم لهم عليه. فإن اقترن بإخباره مدح فاعله لأجله دل على رجحانه استحبابا أو وجوبا. وفي فصل في كيفية استفادة الإباحة يقول المؤلف وتستفاد الإباحة من لفظة الإحلال ورفع الجناح والإذن والعفو، وإن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل، ومن الامتنان بما في الأعيان من المنافع وما يتعلق بها من الأفعال نحو من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا، سورة النحل الآية 80، ونحو قوله وبالنجم هم يهتدون، السورة نفسها الآية 16. ومن السكوت على التحريم ومن الإقرار على الفعل في زمن الوحي، وهو نوعان إقرار الرب تبارك وتعالى وإقرار رسوله إذا علم الفعل. فمن إقرار الرب تعالى قول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، ومن إقرار رسوله قول حسان لعمر كنت أنشد وفيه من هو خير منه. وفائدة أخرى في هذا الجزء يقول عنها المؤلف عن قوله تعالى قل متاع الدنيا قليل، جمع بين التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة. قوله تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة، الآية 77 من سورة النساء، جمع بين التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة والحض على فعل الخير والزجر عن فعل الشر، إذ قوله
ولا تظلمون فتيلة، يتضمن حثهم على كسب الخير وزجرهم عن كسب الشر. وفائدة حول التعجب كما يدل على محبة الله بالفعل قد يدل على بعض الفعل وأمثلة ذلك. يقول المؤلف: التعجب كما يدل على محبة الله للفعل نحو عجب ربك من شاب ليست له صبوة، ويعجب ربك من رجل ثار من فراشه ووطأه إلى الصلاة، ونحو ذلك. فقد يدل على بعض الفعل نحو قوله: وإن تعجب فعجب قولهم، وقوله: بل عجبت ويسخرون، وقوله: وكيف تكفرون بالله، وقوله: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آية. وقد يدل على امتناع الحكم وعدم حسنه نحو كيف يكون للمشركين عهد، وقد يدل على حسن المنع منه وإنه لا يليق به فعله نحو كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. وفي فائدة فيما يستفاد من ضرب الأمثال في القرآن، يقول المؤلف: ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور التذكير والوعظ والحث والزجر والاعتذار والتقرير وتقريب المراد للعقل وتصويره في صورة المحسوس، بحيث يكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحس. وقد تأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر على المدح والذم، وعلى الثواب والعقاب، وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره، وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر، والله أعلم. وفائدة حول لإخبار الرب تعالى عن المحسوس الواقع عدة فوائد وبيانها. إخبار الرب تبارك وتعالى عن المحسوس الواقع له عدة فوائد، منها أن يكون توطئة وتقدمة لإبطال ما بعد، ومنها أن يكون موعظة وتذكيرا، ومنها أن يكون شاهدا على ما أخبر به من توحيده وصدق رسوله وإحياء الموتى، ومنها أن يذكر في معرض الامتنان، ومنها أن يذكر في معرض اللوم والتوبيخ، ومنها أن يذكر في معرض المدح والذم، ومنها أن يذكر في معرض الإخبار عن اطلاع الرب عليه، وغير ذلك من الفوائد. الكتاب المسموع من مركبة الشيخ ابن القيم الجوزي، بدائع الفوائد.